ممكن تستخدم المايك لو الصوت مش عالي. زي ما وشرف اليومي انا ابتسام جمعه عبد العزيز طالبه بالفتره الرابعه كليه الحقوق جامعه مدينه السادات شرفي بالوقوف امام عدالتكم للدفاع عن موكلي المتهم بالاتجار بالمواد المخدره سيدي الرئيس حضرات الساده المستشارين يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإن لي مقدمة أستهل بها دفاعي عن المتهم تتعلق بالسيرة الذاتية لهذا المتهم وباختصار شديد فالمتهم الذي أحالته النيابة العامة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة تخرج من كلية الصيدلة منذ 3 أشهر وهو طبيب صيدلي وابن طبيب وابن طبيبة ونقدم لعدالتكم حافظة مستندات تفيد وظيفة الأم والأب والمتهم والذي أجد وبحق صعوبة بالغة في نعته بالمتهم فإنه الأول على دفعته 2 سنتين متتاليتين بكلية الصيدلة والأول طيلة سنوات الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية المتهم لم يكن عاطلا او مشبوها على حد قول السيد ضابط الواقعه في الروايه الخياليه التي سطرها بمحضره المؤرخ بتاريخ 11 من نوفمبر لعام 2022 سيد الرئيس حضرات الساده المستشارين نطلب من حضراتكم بكل احترام وتقدير براءه موكلي من التهمه المنسوبه اليه تاسيسا على ما يلي اولا بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لوجود المتهم في غير حالات التلاعب. ثانياً عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها على النحو المسطر بالأوراق. ثالثاً انفراد محرر المحضر بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له. وأخيراً انتفاء صلة المتهم بالأحراز المضبوطة. سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين لقد تعلمنا من قضائكم أن القانون يوجب تمحيص أدلة النفع وأدلة الدفاع أولا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه مناسبا المحكمة الموقرة إن الدفوع التي عرضناها على عدلكم والدفاع الذي سنضعه على بساط البحث أمام المحكمة مثله مثل كل كلمة وحرف في أوراق هذه القضية دفاعا عن هذا الشاب الذي يقف خلف القضبان متهما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ونبدأ بحديث القانون فيما يتعلق بحالة التلبس بالجريمة. شكرا.